قطاع السياحة أكثر القطاعات حيوية واستقطابا لليد العاملة في ولاية جانات. درة التاسيلي هي أيضا من أكثر الوجهات جذبا للسياح الأجانب والمحليين. هنا في منطقة تاسيلي نجار تتربع جانات على عرش جمال الطبيعة الصحراوية والإبداعات الإنسانية، فكانت الوجهة السياحية رقم واحد في الجزائر. لوحة فاتنة تقسمها البحيرات المحمية والكثبان الذهبية عوامل جذب مغرية جعلت من درة التاسيلي أرضاً لكل المواسم السياحية. المناظر هنا خلابة وجميلة، وأنا أشعر بالارتياح وسط هذه الطبيعة الساحرة. المكان معجزة، أنا لأول مرة هنا وسأعود حتماً. تدابير وإجراءات أقرتها الدولة للاستغلال الأمثل للمقدرات السياحية للمنطقة لتأتي تأشيرة التسوية وتضفي الحركية والحيوية الاقتصادية في المنطقة. حصينا ما يقارب 11 ألف سائح أجنبي مختلف الجنسيات، ما يقارب يعني 5000 منصب مباشر وغير مباشر في قطاع السياحة يوفره هذا القطاع. الصناعة التقليدية هذه اللي راني نخدمها هنايا هو باب الرزق نتاعي. يعني عادة لما تكون السياحة هنا يكون مدخول شوية ملاح. مؤشرات مبشرة لإرساء اقتصاد سياحي، بل مكاسب يثني عليها المتعاملون السياحيون الخبرون بمؤهلات التاسيلي. 5 سنوات هذه التالية هذه هي اللي نشطت فيها السياحة، هداوين أعطات الأهمية للسياحة، شات في الطريقة نتاع النجاح نتاعها مدى بينا الوتيرة هذه تكمل. قطاع السياحة هو يعني أول يعني تقريبا نقولوا القطاعات اللي راهي تمس يعني جميع شرائح المجتمع في ولاية جانت، بما فيها المرأة الماكتة بالبيت، صناعة تقليدية وليشوفير، يعني تقريبا كاع الناس راهم يخدموا في هذا القطاع. كلش راه متوفر الحمد لله، يجدوا لنا في يسقسقونا في كيما نقولوا في لي بروغرام تاع لايرا الجيري تاع الطيارات الداخليه. شباب نهار اليوم راهم يخدموا في السياحه، لانه هذا الشيء باين من خلال يعني الاقبال على السياحه. السياحه وحدها كفيله بانه تحتوي هذه الفئه. اذا هي مكتسبات تحققت لاول مره لقطاع السياحه الصحراويه في ولايه جنات، لتكون الحافز للناشطين في قطاع السياحة وتحقيق الطفرة التي تليق بعاصمة السياحة الصحراوية.